حياتي كي دايرين لاباس عليكم جيسبر كو فوز الي بيان فيديو جديده على القناه قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتو مازالين ما مشتركينش وتضغطوا على الجرس اللي حدا صابوني باش يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديو ديالي سينو الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير لتحت بيان سور الا عجبتكم لا فيديو سينون لا فيديو ديال اليوم كيف ما غادي تشوفوا من العنوان غادي نهضر لكم على التجربه ديالي بزاف ديال البنات كيتسولوني كيفاش كنتعامل مع يانيس و اون ميم طون كيفاش كنحاول نوفق ما بين يانيس وما بين اليوتيوب وما بين القرايه ديالي ونجاوب على السؤال ديال واش بركت من القرايه دونك فوالا مي قبل بغيت نبارطاجي معكم واحد لو كولي اللي قلت ما غاديش نحلو حتى نبارطاجيه معكم في لا فيديو هذا توصلت به من عند اوكتولي هذا واحد لو شامبوان اللي لقيت سميتو ميري بوتيكا جيسبر نكون برونونسيتو مزيان بون هذا كاينين في الاسبان قلبت ليكم شفت بلي كاين في امازون هذا شامبوان غير هو بالبصله غادي تجيكم غريبه مي كيف ما لاحظتوا انني هاد الايام وليت جبت هاد الموس وليت هاد الايام كنعتني بشعري بزاف الا كنتو لاحظتوها والحمد لله كاين ان ريزولطا فريمون نقصت عليه سو شوار نقصت عليه بزاف الحاجات اي لاحظت ريزولطا وعارفه بلي البصله كطول الشعر مي الصراحه ما كنقدرش نديرها بوحدها فريمون صعيب باش تحيدوا الريحه ديالها من الشعر الا شتوني شفت هكا جنب راه كنشوف يعني في المرايه اشنو كيدير دونك نكتشفوا انصام اشنو كاين المهم انا دايرين غير هذا الباكاجين باش ما يتهرش الوغ لو شامبوان لو شامبوان هو هذا كيجي بحال من هكا دونك شامبو المهم هذا ديال الاسبان داكشي علاش نكتب بالاسبانيول اكستري دي سيبويا يعني اكستري من البصله فريمون جو بونس كو غادي يكون زوين المهم الريحه باقا ما شميتهاش جيسبر ما تكونش الريحه ديالو مجهده مي سي سور كو ما غاديش تكون مجهده وهذا الماسك ديالو دونك هادو لو بري ديالهم جو بونس دايرين شي 150 درهم 15 دولار الواحد اولا 180 درهم المهم ما ديباسيناش فريمون انا اون فوا شفت هاد لا غام كومونديتها باسكو فريمون بغيت نجرب شي حاجه اللي تكون ناتوريل واللي تقدر تغدي ليا الشعر ديالي فيو كو كتعرفوا كو لي شامبوان كتعيو ما كتبدلو مي فريمون لو ريزولطا كيبقى هو هو فوالا هادشي اللي كاين دابا ندوزو للموضوع ديالنا كيف ما عرفتوا داك العام كنت درت اون فورماسيون في لا ديسيبلين بوزيتيف اللي هي كيفاش تتعاملوا مع وليداتكم مهم بيان سور كو هادي ماشي شي حاجه اللي غادي 100% الا درتي هاد لا فورماسيون غادي تكونوا مزيانين مع اولادكم نو با دو تو غير هو كتوريكم كيفاش تتعاملوا مع اولادكم كيفاش تكونوا يعني محايدين معاهم وي ماما ماما كدير كاسكيت يعني صرا كيلبس لا كاسكيت يلا شوف المرايه شوف دونك كيف ما قلت لكم كيفاش كنحاول ندير الوقت لراسي الوغ كو يعني مسكين انا الصراحه البنات كيجيني هذا غير سبب كيخلي البنادم يعكز على انه ما يديرش البال لراسو او لما يعتنيش براسو يعني الا بغيتو ديروا الوقت راسكم غادي تلقاوه الا بغيتو تعكزو انا كنلاحظ انه فاش كندير شغال ديال الدار وكنلبس يانيس كندير كاع داكشي اللي خاصني ندير ليه كنوكلو كنصاوب ليه ماكلتو كنلبسو يعني كاع الواجبات اللي كيخصني نديرهم كنديرهم كنلقى راسي انني مثلا الا كاع كان عندي شي حاجه اللي بزاف كنكون ثلاثه سايد يعني من ثلاثه حتى الليل كله خاوي يعني غتلعبي معاه غتعطيه وقت وشحال من حاجه ولكن راه كاين وقت كافي اللي غادي تعطيه لراسك انا على حسب انا كيفاش عايشه سي فري كو الناس اللي عندهم وليدات كثار تقدر تكون مسؤوليه اكثر مي مع وليد واحد انا صراحه كيجيني انه لا بغيتي ديري الوقت راسك راه غادي ديريه يعني ما كاينش سبب اللي غيخليك انك تعكزي في العوض ما تبركي تهزي التليفون اولا شي حاجه قولي في راسك لا غادي نوض وغادي ندير وغادي ندير بحال انا مثلا اليوم فقت فريمون تحتها فيكو صراحه ما بارطاجيتهاش معكم هادي 3 جوغ كان جاتني انتوكسيكاسيون فريمون كنت كاو تكنيك يعني
كان قانع حتى نهار كامل، يعني سخليت نهار عند ماما ونهار عند حماتي، فريمون ما كانش عندي الجهد، غير الدوايات والردان. المهم فريمون كنت عيانه. اليوم البارح كنت دوشت، اليوم قلت غادي نوض، صوبت الغدا، جمعت الدار، لبست يعني فطرتو، عيطت كنت عيانه، درت بروشينغ، لبست حوايجي وتكيت باش نوض نقى راسي، بدا امو نقى راسي، عرفت راسي الا مشيت تجبدت في الفراش راه ما غاديش نوض، وغنبقى بالبيجاما ديالي، وغتبقى ديك ديما ديك الطاقه سلبيه، كتولي كتحسي براسك ما لابساش مزيان و ديبريمي. مي اون فوا كتعطي راسك واحد شويه ديال الوقت وكتنوضي تقدي راسك غير واحد نص ساعه، تبدلي حوايجك، ديري شويه الميكاب، نص ساعه ماكسيموم غادي تعطيها لراسك، كتحسي براسك فريمون رجعت فيك الروح، اولا كيف ما كنقولوا كتولي فيك واحد لينيرجي بوزيتيف لي فريمون زوينه. كنصحكم انكم تجربوا هذه القضيه. انا دي فوا يعني ماشي دائما ما كنكون مقاده باش ما نكذبش عليكم، كيكونوا شي نهارات لي فريمون ما كيكون فيكم الجهد انكم ديروا حتى شي حاجه، هذه شي حاجه اللي عاديه. سينو بوغ يانيس كيفاش كنتعامل معاه، انا يانيس عندي مشطون، يعني هذه شي حاجه اللي عاديه و فريمون لي ما كديرونجينيش، بالعكس كيعجبني نشوفه هكا اكتيف وكيلعب سورتو في الدار. يعني دابا هو مني بديت لا فيديو ها هو بارك في فوق هذا واحد الكليب عنده كيبالونسي وداير لا كاسكيت وكيلعب، يعني ترانكيل. دي فوا كتجيه واحد الحاله انه كيبغي يبقى يبكي يغوت، كيبغي كلشي ينوض معاه، يعني سي نورمال. كنحاول يعني نمشي معاه على قدو، نتبعو في داكشي اللي كيبغي يدير، غير هو وليت كنحاول انه العشرة الليل ماكسيموم كنعسو، كندير ليه لاسيت ديالو مع ثلاثة كيفيق مع ديك الخمسة، كيبقى يلعب كنعشيه، كندير ليه بعدا الكوتي ديالو كنعشيه وكينعس، يعني باش نلقى ليه لو بروغرام. كيف ما قلت لكم الولاد كيخصهم غير الخاطر باش تادابطاو معاهم، و اون ميم طون فاش كديروا معاهم الخاطر كتكونوا كديروا الحاجه وانتم مرتاحين، طونك انتم كتعصبوا معاهم، طونك هما كيزيدوا يعصبوكم وكتبقاو. يعني حتى انا صراحه كتجرى لي بعض المرات، بعض المرات ما كيكونش عندي الخاطر كنبقى شاده معاه يعني ضد، او بوان كو كنلقى راسي غير شاده معاه ضد، هو معصب وانا معصبه، وفي الاخر ما كندير والو من نهاري. مي فيو كو كنمشي معاه في الخط كنلقى راسي انني راه انا اللي مجيغياه ماشي هو اللي مجيغاني، هادي اللي كنت باغا نوصل لكم. دونك صراحه هاد لا فورماسيون اللي كنت درت فريمون استفدت منها، غير هي من الاحسن يديروها لي بارون لي وليداتهم فوق من 3 سنين، حيت هاد لا ديسيبلين بوزيتيف كتبدا تطبق على الوليدات ابارتيغ دو 3 ans. مي سينو قبل من 3 ans كيقولك ان الدري خاصك تتبعيه على داكشي اللي كيدير، لانه ايل ديكوفر، يعني كل مره كيكتشف واحد الحاجه. امام ديرها ديرها، كيكتشف واحد الحاجه، دونك يعني خاصكم تتماشاو معاه ويكون عندكم شويه الصبر. دابا هو معصب حيت ما ركبتش لي لا كاسكيت في راسو، اجي ندير عليك، اجي نصوبه، يلا اجي كضحك. اجي نوريهم، اجي نوريهم لا كاسكيت، اجي نوريهم لا كاسكيت، اجي نوريهم، اجي دير دير وريهم، وريهم لا كاسكيت. دير لهم كوكو، دير لهم كوكو، دير كوكو كوكو. يلا يلا شويه. دونك فوالا هادشي اللي كاين. سينو بور البنات اللي سولوني واش بركت من القرايه، نو ما بركتش، بقى لي هاد العام اللي عندي لا ليسونس، يعني هذا عام اللي مهم يمكنش نضيعو، سورتو هاد العام مازال نقدر نقول لكم ماستر او لو راه نقدر ايزيتي، يعني باقا جديد صراحه، باقا ما ديسيديتش، فيو كو غيكون ركب ماما، فيو كو يعني غتبدا عندو ليكول، يعني غادي يكونوا عندي مسؤوليات اخرين، ما كنظنش. بلاتي البنات ركبوا يلا. دونك فوالا هادشي اللي كاين. سينو ما حبستش الدراسه، ان شاء الله لا ريبريز غادي تكون لو 3 اكتوبر، يعني دون 3 جوغ، يعني 3 جوغ ان شاء الله عندي لا ريبريز. سويتي مو بون شانس صراحه، هادي اللي انا كتخلعني بزاف، داك الفياق بكري فريمون كتولي عندي واحد لا فاتيك، واحد لا روتين كنولي جري عليا نجري عليك، يعني الوقت ما كيبقاش يكفيني. مي غادي نصبر هاد العام، عندي ما ندير، ويعني حتى هو غيصبر معايا هاد العام، في كم مسكين كان فيقو الصباح. ومهم كيكون لو بروغرام شويه عامر، جيسبر هاد العام يكون عندي لو بروغرام خاوي.
ان تو لي كار غادي نبارطاجي معكم لي روتين ديالي كيفاش غندوز نهاري. دونك هذه هي التجربه ديالي مع يانير، كيفاش كنحاول ننظم وقتي. كيف ما قلت لكم البنات، الا بغيتو ديروا الوقت لراسكم راه غادي ديروه، ما تلقاوش الصبال راسكم، نوضوا وديروا ليه فوغ وما غاديش تندموا. فريمون انا هكا كنفكر، فاش كيبان لي راسي بيت كنعكس كنقول نو، خاصني نوض وخاصني نلبس ونقاد وهذا، باش ديما كتبقى ديك عندكم اون روتين، يعني ماشي واجب انك ديريها، بلوتو العكس، ماشي واجب انك ديريها، يعني تو اوبليجي ديري هذاك الشيء داخل في لي روتين اليوميه ديالك. دونك فوالا البنات، هكا كنتعامل مع يانيس، اولا كيف كيكون التعامل ديالي يعني في حياتي اليوميه اون طونك مامون اون طونك يوتيوبوز اون طونك ايتوديانت. يعني عندي ثلاثه طاش كيخصني نكون فيهم كاملين وكيخصني نتوافق فيهم كاملين. دونك كنحاول انني نقسم وقتي يعني كوريكتومون عليهم كاملين. سينو عجبكم هذا لو سوجي هذا وعجبكم انني دار ابوردي معكم دي سوجي اللي نتوما باغيين تكون عندكم عليهم شي درايه اولا تعرفوا ليكسبيريونس ديالي فيهم، ما تنساوش انكم تخليوهم ليا في لي كومونتير. ان شاء الله نبدا نخصص هكا دي فيديو كل مره نشارك معكم تجربتي مع شي اكسبيريونس اولا في شي موضوع. وبيان سور هادي غير تجربه، كل واحد وكيفاش كيقسم وقتو. بيان سور لي مامون لي خدامين ماشي بحالي، لي مامون لي تيقراو حاجه اخرى ماشي بحالي، يعني دابا بدا كيجي هناس. دونك فوالا هادشي اللي كاين، جيسبيغ تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش انكم تشتركوا وتضغطوا على زر الاشتراك ولي لايك الى عجبتكم لا فيديو. كنعطيكم رونديفو فيديو ما ان شاء الله. جوفي دو كرو بيزو وبسلام عليكم.